السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. حلقة جديدة من دردشة مع دكتور كريم، مواضيع كتيرة قوي لأن أنا غبت فترة، فاستحملوا اللي هيحصل النهاردة. أنا كريم علي، نتقابل بعد الفاصل، استعدوا يلا بينا. الناس دي مش أنبياء، الناس دي مجرد مرض نفسي عايز يثبت نفسه إنه هو صح بخطأ الآخر. إنما أي حد من اللي بيتكلم ده لو اتفتحت حياته والله ما يعني مش عايزين نتكلم، من سواء مسلم او مش مسلم، اجنبي او مش اجنبي، القانون بيمشي على الكل. السوسيال او الناس اللي بيهتموا بصحة الاطفال دول ليهم بادجت كبير قوي من الفلوس من الدولة، عايزين نصلح دولنا ونعمل نهضة، الناس دي تيجي تزورنا مش احنا اللي ننط في البحر عشان نروح للدول اللي بتعمل فينا وبتاخد اطفالنا. اهلا بيكم. الفترة اللي فاتت حصل كذا موضوع لازم نتكلم فيهم. خلينا في الاول، اول موضوع، انا كنت في تركيا وعملت لقاء مع دكتور التغذية جديدة، ففتحت لي موضوع معين. لما رجعت هنا عملت فيديو، نشرت فيديو عن اللي بيحصل عن اصحاب ولاعز اللي دكتور عمرو خالد، حصل نفس الموقف تاني. تالت حاجة، امبارح بفتح الانستجرام لقيت بلوجر مصرية بتعيط من كم التنمر بتاع الناس. قلت لا، دي رسالة بقى يعني من ربنا. عندي رسالتين المرة دي، رسالة للناس اللي بتتنمر والناس اللي دول ما يهمونيش، والناس اللي يهموني الشباب الصغير اللي بادي حياته، الناس اللي ابتدت في السوشيال ميديا جديد، دكاترة التغذية اللي ابتدوا يكلموا الناس على السوشيال ميديا، أو حتى بنت بترسم بألوان ولسه فاتحة قناة جديد، كل الناس اللي فتحت حياتها عشان السوشيال ميديا. أول حاجة، الناس اللي بتتنمر دي، وضايقني قوي موضوع التنمر على عمرو خالد، الناس دي بتنسى كل حاجة أي حد عملها مع أول غلطة أو تاني غلطة. الناس دي مش أنبياء، يعني الناس اللي بتتنمر دي، أنا لن أوجه حديثي ليهم خالص، هأوجه كلامي للشباب الصغير والناس اللي بدين طريقهم، دول اللي يهموني، الباقي دول لا يساووا بعوضة عندنا عند أي حد فاهم سوشيال ميديا بجد. الناس دي مش أنبياء، الناس دي مجرد مرض نفسي عايز يثبت نفسه إنه هو صح بخطأ الآخر، عاوز يثبت نفسه إنه هو ناجح بفشل الآخر. كلنا لنا عيوب وكلنا لنا أخطاء، عشان كده اللي يفهم كريم علي من أول يوم كلمة ما تزعلش حد، لا يهمني المتابعين كتير قوي يقفوا معايا ولا يهمني متابعين قوي يقفوا ضدي، الاتنين سيان. قلت الكلام ده وانا عندي مثلا 3000 متابع. ما يهمكش الناس اللي هتتكلم، كده كده هيبقى في ناس امراض نفسية مستخبين ورا الشاشات بيقلوا ادبهم ويكتبوا كلام اي كلام عاوز يثبت ان هو صح، يستنى غلطة لأي حد عشان يطلع كل عقده النفسية ويطلع اللي مش عاجبه ويطلع معتقداته على الناس الآخرين. أرجوكم كملوا طريقكم، لا يساووا شيء، ما ياخدوش من وقتكم ثانية، كمل طريقك في اللي انت بتحبه. الناس مهما تعمل لو غلطت غلطة هيعلقولك حبل المشنقة، فمن الأول ما تهتمش إلا إنك توصل قيمة، إنك تعمل رسالة، إنك تعمل اللي انت بتحبه. ده موضوع التنمر. فبليز يعني انا مهما كان من دكتور عمرو خالد، هتذكر ان احنا كنا ساعات بنروح له المسجد ويخلينا نبكي، وخلى بنات كتيره تتحجب، وخلى ناس ما تعرفش قصص الصحابه عارفها، كل ده اتنسى عشان غلطه او اتنين او عشرة. طب اللي ما عندوش غلطات يكتب بقى انه مش عاجبني ده ومش عاجبني ده. انما اي حد من اللي بيتكلم ده لو اتفتحت حياته والله ما يعني مش عايزين نتكلم. الموضوع ده حرقني قوي. بليز يا جماعه اللي في السوشيال ميديا، الشباب الصغير اوعى تخاف، هيتريقوا عليك لو محجبه او مش محجبه، هيتريقوا عليك لو انت رفيع او تخين، هيتريق عليك لو انت بتتكلم انجليزي بيرفكت والاكسنت تمام او ما بتعرفش تتكلم انجليزي زيي، في جميع الحالات هيتريقوا. اقفل ودانك، بص قدامك، كمل حلمك، واللي يتكلم يتكلم، اقفل ودانك خالص. دي النقطه الاولانيه. هطلع للنقطه الثانيه، الاطفال في السويد. انا شفت طبعا ومتابع موضوع الاطفال في السويد، وعامه يعني عندي ليهم في رايين لازم اقولهم في الموضوع ده. اول حاجه، في الاف القصص في النرويج والمانيا والسويد، الثلاثه دول الاف القصص من غير المسلمين على فكره ومن السكان الاصليين، بيتاخد منهم اولادهم وما بيعرفوش يشوفوهم تاني، من سواء مسلم او مش مسلم، اجنبي او مش اجنبي، القانون بيمشي على الكل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أي حد عايز يروح البلدان دي بلاش، ثلاثة دول بس، لو أنت رحت وخلاص واللي حصل حصل، أرجوك اعرف القانون،
ارجوك مفيش حاجه اسمها هناك تزعق لابنك او تضرب بنتك او تضرب مراتك او طول النهار تتخانق انت ومراتك والجيران يسمعوا او تاخد فلوس من الحكومه عشان تصرف على اولادك وتاخدهم توديهم لاهلك او تصرف او تحوشهم او 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 مفيش الكلام ده. مش ما تقنعش نفسك ان انت رايح دوله انت داخل عليها مهما كانت قوتنا واتحادنا هتغير قوانين الدوله اللي انت رايح تلجأ اليها. مش لوجيك، مش عقل. النقطة الثانية، في محاميين في هذه الدول قالوا السوسيال أو الناس اللي بيهتموا بصحة الأطفال دول ليهم بادجت كبير قوي من الفلوس من الدولة، فلازم كده كده يلاقي حالات عشان ياخد قلب نفس اللفظ جزء من التورته، جزء من تورته الفلوس دي لازم يلاقي حالات زي كده. الناس اللي بتعمل محاضر عشان ايه؟ تقفل قضايا السنة. نرجع للموضوع، في ما بيهزروش. انا حصل معايا انا نفسي، اخو مراتي متجوز واحده وطلقها، عنده ابن اسمه اليكس زي جيسيكا في نفس السن بالظبط، طلقوا خلاص كل واحد راح في حاله وطبعا لازم يبقى مع الام، فراح جوز ام اليكس ده ضربه مره واحده. اليكس راح المدرسه قال للمس جوز امي ضربني اسبوع واحد. البوليس راح وحقق والمحكمة اتعملت واتاخد دول ابوه اسبوع. ما بيهزروش، سواء انت مقيم او مهاجر او الطفل قال كلمة ابقى اشتكي في المحكمة هناخده. هو ده قوانينهم، هم كده هم بيتكلموا في كل حاجة حقوق انسان بس هم بيعملوا كده. فبليز لو سمحت رحت بلد اعرف القوانين. وفي قناة استاذ فادي رجب هحط لكم الرابط بتاعها، عايش في ألمانيا وعضو المؤسسات الحكومية وتربوي ولجنة المرأة في الأمم المتحدة، انا معرفوش والله، بس يعني السيرة الذاتية بتاعته رائعة وعايش في ألمانيا وبيشتغل مع في هذه المنظمات اللي بتعتني بالأطفال. اسمعوا وشوفوا بيقول ايه، بيقول كلمة الحق. الناحية التانية، انا عشان اقول كلمه الحق مش معنى ان انا بنبطح او بروح للسويد او ان السويد ما بتهمنيش ولا في اي حاجه، ولكن ما ينفعش يبقى اثاره الناس ضد دول مهما كان انت ضيف فيها. على فكره ما تروحهاش. ما هو لو الشعب السوري الجميل، وانا وعد من هذا المكان هعمل حاجه للشعب السوري في كل العالم، انا لما اقول كلمه انا بنفذ، زي الناس اللي خنقتنا كتير قوي في موضوع مقاطعه الفرنسيه، قلت اللي عايز يقاطع يقاطع خلاص، بس مش كفايه، غيروا الامه، اعملوا لنا كرامه. هو لو واحد امريكي ابنه هيتاخد منه في السويد، ولا واحد بريطاني امه ضربته هياخدوه؟ ده الدنيا تتقلب، ده يبعتوا لهم طياره. ليه؟ لانه في كرامه للمواطن. احنا عايزين دي في اوطاننا، من كل الوطن العربي والاسلامي يبقى كده. لو واحده اتاذت الدوله تقف، ده اللي انا بقوله. دلوقتي فرنسا بعد المقاطعه ابتدت تمنع الحجاب رسمي وتخلي البنات يتجوزوا من سن 13 سنه، هنعمل فيها ايه؟ هنقاطع برضه. يا عم قاطع بس اعمل حاجه تانية، علي الامه، ما تجعجعش على الفاضي. كذلك في موضوع السويد، احرقوا مراكز مش عارف ايه، انتصروا للاسلام، وحدوا نفسكم وروحوا كسروا مش عارف ايه، بلاد الكفر المجرمه، انتوا عندهم مش هم اللي عندكم. مش النرويج والسويد هم اللي بيجوا في بلادنا، هم احنا اللي بنروح عندهم عشان في ظلم عندنا ومفيش عدل عندنا ومفيش حياه سعيده عندنا. والعشره دول اكتر 10 دول سعاده، الاسكندنافيه وسويسرا والنمسا. اكتر 10 سعاده يعني اغنياء؟ لا خالص. في السعاده الدول مش بالفلوس، ممكن يبقى معوش جنيه ولكن معاه تأمين صحي وولاده بتتعلم ببلاش، ولو وقع في الشارع هيدخل المستشفى ويطلع عنده اللي عنده يتعالج أي حاجة ببلاش، لو ما عندوش شغل يبعتوا له فلوس وآمن، مش مفيش حرب ومفيش حاجة تدخل عليه، مفيش حد يسرقه، لو حد ظلمه في محكمة على الكل. دي السعادة. فالدول دي أكثر سعادة عشان هي عندها التحقيق العدالة الاجتماعية اللي المفروض نعملها في بلاد المسلمين كلهم بلا استثناء. آخر دولة في الليستة دي افغانستان، اقل الدول سعاده مع انها كلها مسلمين. ليه؟ مفيش عدل، مفيش امن، مفيش مساواه، في فكر اكتر من فكر، فكر عاوز يحكم على الباقي، والمتشددين عامه بيحولوا الشخص الى دين، ما دام
انت ضد الشخص ده يبقى انت دينك فاسد، انت ضد التعليم دي تبقى دينك فاسد، انت ضد اللي بقوله يبقى دينك فاسد. وهو ده التشدد اللي بياخد الدول تحت، والدول الكافرة زي ما الناس بتقول بتطلع فيه المستوى الاجتماعي والعدل و و و. الخلاصة عايزين نصلح دولنا ونعمل نهضة، الناس دي تيجي تزورنا مش احنا اللي ننط في البحر عشان نروح للدول اللي بتعمل فينا وبتاخد اطفالنا و و و. لو ضربت مرة، لو شربت مرة، لو اتخنقت مرتين ثلاثة مع مامته، لو شديت بنتك من شعرها، لو ضربت مراتك، الكلام ده كله لا يسمح بيه، لازم تعرف الكلام، مش هناخد حضارتنا هناك، ما تحاولش. وصلت دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، عملت الفيديو ده بكلم الناس الملحدين، طلعوا بقى علماء الإسلام يقولوا أنت بتفسر قرآن، معنى أنا قال لي أنا مش بفسر قرآن، وكنت بتكلم على الإلحاد بالذات. المهم مش عايز أدخل في تفاصيل، أنا في رأيي الشخص المتواضع، وطبعا ناس كتيرة تابعت هذا الجدال اللي حصل على السوشيال ميديا بسبب الكلمة اللي قلتها، إن في دول أكثر سعادة لأن هي بتطبق العدالة وربنا بينصر الدولة العادلة حتى لو كانت كافرة، وإن من يرد حرث الدنيا نؤتيه منها، اللي عايز الدنيا هيديله سعادة ويديله راحة ويديله فلوس ويديله عيال، بس في الآخر ليها حسابات تانية خالص. الكلام ده ما عجبش الناس اللي حافظة بس. مهم اي حد عامه، وانا طول عمري مأمن بكده، اي حد بينصح الناس على العلن، اي حد ما بيجيبش علم من عنده يعلمه في الناس، اي حد ماسك اخطاء ده واخطاء ده ويعمل الاستاذ الكبير اللي هو انا احسن واحد في العالم وانا اللي عارف والباقي دول كلهم جهله، انا ارفض ذلك تماما. الناس كم الجهل في الدين وفي الطب وفي العلم، يعني مش متخيلينه قد ايه. علموا الناس حاجة بدل ما تجيب ده وده وده وتقول ده غلط وده عمل وده فاسد النية وده فاسد العقيدة وده فاسد. احنا عاوزين نعلم الناس الدين، مش عاوزين نكره الناس في اشخاص. ادي علمك للناس وعلمه الناس. اللي انا كم مرة يعني وكم فيديو اتعملوا بس ضد كريم علي في الطب، ولا اثر ولا شفت ولا هشوف، وهيتعمل اكتر واكتر، وطول ما احنا ماشيين هيتعمل ولا اي حاجة. عندك علم ادي للناس، الناس هتسيب كريم علي وتروح للمصلحتهم معاه. ما عندكش علم وهتقعد تنقد كريم علي وتجيب صور كريم علي وما وراكش غير كريم علي، انت بتنزل، اللي حواليك دول عاوزين حكاوي، عاوزين يضيعوا وقتهم. احنا في نفس الوقت بقينا كم مليون وعلمنا كم ناس الصحة ورجعنا كم الناس لعقيدة صحيحة، رجعنا كم واحد يقول الحمد لله وإن بكرة أفضل، وندي الناس أمل، بحيث الآخرين منتظرين عارفين تاريخنا كله بس ما وراهمش حاجة إلا هذا عمل وهذا عمل وده ما معه عنده إيه وده بيعمل إيه، وشغلين نفسهم بغيرهم. فالخلاصة لو سمحتوا أي حد يركز في غيره ده بعيد عن النجاح وبعيد عن صناعة القيمة، مش هيبقى له اسم في التاريخ. الاسم عاوز تبقى صاحب قيمة، قدم حاجة للناس. ده كلامي للناس اللي بيتابعوني دلوقتي، عاوز تقدم حاجة قدمها، علم الناس. الناس محتاجة علم في كل حاجة، الناس عايزة تعلم قانون، والناس عايزة تعلم راحة نفسية، والناس عايزة تعمل توقنين النجاح وقراءة القرآن والسيرة الصحيحة. في مليون حاجة تعلموها للناس بدل ما جايبين صور المشاهير وتقول ده عمل وده وحش وانا الافضل وانا الافضل. فخلاصة الحلقة، اوعوا تاخدوا بالكم من المتنمرين، دول امراض نفسية والى زوال. 2، الناس اللي بتمسك على الواحد من الغلطة لا يستحقوا ان يتابعوكم، فاعملوا لهم بلوك وطلعوهم اصلا من المتابعين اللي عندكم. تاني حاجة، اخواتنا في الدول العربية لازم نصنع حضارة عشان ما الناس ما تهربش مننا وترمي نفسها في البحر. لن نغير قوانين اوروبا، كفرة مش كفرة، ظلمة حرامية، مفيش حاجة هتتغير. هم شايفين ان الناس دي جاية تستعمر بلدي، الناس دي يعني من حضارة تانية ودين اخر جايين يقعدوا معانا، فمهما كان هتصفي النفوس ازاي؟ يعني هتجبر الناس التانيين يحترموك؟ مش هيحترموك الا لو كنت ذي قوة. ما عندناش قوة وحضارة، اتكلم للصبح وهيج الناس للصبح وجمع الناس، اعمل برامج للصبح، اهو كلام اهاوي وهيروح مش هيعمل حاجة. النقطة الثالثة، لو سمحتوا علم الناس، لو سمحت ادي قيمة، لو سمحت سيبك من غيرك الفشلة فقط اللي بيمصوا دم الناجح عشان ينجحوا. الناجح عنده قيمة
وبيقدمها للناس. شكرا ليكم، خلصنا تحدي الثلاث شهور والحمد لله غيرنا الناس صحيا. مرة جاية تحدي عقلي، استعدوا، صعب جدا ولكن هيغير حياة الملايين من البشر. واخر كلامي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سلام عليكم.